أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتقال الإرهابي المسؤول عن تفجير الكرادة عام 2016 بعد ملاحقة مخابراتية معقدة خارج العراق. وذكر الكاظمي في تغريدة على تويتر أنه على بعد أكثر من 5 سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت القوات الأمنية بعد ملاحقة مخابراتية معقدة خارج العراق من اعتقال الإرهابي الملقب بأبو عبيدة بغداد المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى. وأكد الكاظمي أن محاسبة المتورطين بدماء العراقيين واجب وطني لن نحيد عنه، فيما وجه بتنظيم مسابقة لإنشاء نصب يخلد ضحايا تفجير الكرادة الذي حدث قبل 5 سنوات.